مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم لفيديو جديد من سلسلة تعلم سكراتش. بعرفكم عن حالي، أنا المدرب عبد الرحمن من مركز التعليم المستمر مابس. بهذا الفيديو راح ناخد شغلة كتير كتير مهمة، اللي هي الكنترول. كنت تسألوني ليش مهمة، ليش لهالدرجة من الأهمية؟ ما نتخيل هذا الكات اللي قدامنا، اللي هو الكائن في بنسميه كمان سبرايت، هو عبارة عن شخص مثلنا. الشخص اللي مثلنا شو بيعمل؟ بيطلع صوت من الساوندز موشن، بيتحرك لوكس، بيعمل بيغير مظهره، بيعمل حركات، والسينسينج بيحس، تمام، وبيخزن معلوماته بالفاريابلز اللي هي الذاكرة. طيب مين ضل الدماغ هون؟ قال الدماغ هو الكنترول. الدماغ هو الكنترول. طبعا الدماغ او الكنترول بتساعد مع الأوبريترز اللي هي العمليات الرياضية حتى يطلع لنا النتيجة. طيب الكنترول مؤلف من عدة أقسام. طيب عندنا أول شيء الشيء اللي بيتحكم بالوقت، اللي هي الويت، انتظر، يعني انتظر، فينا نحدد له عدد الثواني. وفي عندنا ويت انتل شو؟ يعني ويت، انتظر حتى يتحقق شرط معين، حتى يتحقق شيء معين. اوكي طيب القسم الثاني، هاي عنا الويت خلصنا منه. في عنا الكونديشنز، عنا الكونديشنز او الكونديشن الواحد، يعني الشرط، يعني احنا فينا نتشرط على هذا الكائن اللي قدامنا، قل له اذا صار هيك اعمل هيك، وإذا كان عندنا عدة حالات إذا صار هيك اعمل هيك، وإلا بالحالات الثانية اعمل شيء ثاني. أوكي؟ فهي نستخدم فيها الإف والإف والإلس. أوكي؟ عندنا نوعين، إف والإف والإلس، طبعاً راح نشرحها بالتفصيل بعدين. بعدين عندنا شيء اسمه حلقات التكرار أو اللوبس. اللوبس، لوبس يعني حلقات التكرار، يعني شيء بدنا نكرره. تجي معنا كلمة repeat، فينا نحدد عدد المرات، فينا نقول له forever يعني كرر إلى الأبد، وفينا نقول له repeat until كمان حتى يتحقق شرط معين. طبعا كله راح نشرحه بالتفصيل. القسم الرابع اللي هو تعليمة stop، تعليمة stop، أو فينا نسميها إعاز، أو نسميها بال برمجية expression أو instruction، يعني تعليم، تمام؟ كمان هاي نشرحها بعدين بالتفصيل. كمان في عنا القسم الخاص بالكلون. كلون يعني نسخة من الكائن نفسه، نسخة من الكائن نفسه. أوكي خلينا نبلش بالويت. الويت شغلة كتير مهمة إذا بدنا نعمل شيء له علاقة بالوقت. يعني كيف؟ خلينا اعمل حوار بسيط بين هاي الكات، فينا نضيف كائن جديد او سبرايت جديد اسمه مثلا ابي، هاي اسمها ابي، بدنا نعمل حوار بسيط بيناتهم. طيب شو بتنفعنا الويت؟ قال انا بس يحكي الكات هاد، بده يقول مثلا هلو، قد ايه بدها تظهر هاي الهلو؟ بدها تظهر لمدة ثانيتين. قال ابي هون بدها تستنى هاي الثانيتين بعدين تحكي، لانه رح يصير اخذ وعطاء. ف مثل ما بنعرف انه بنستنى الحدا لا يحكي بعدين بنرد عليه ليخلص الحكي تبعه. كيف بنعملها هاي؟ اوكي قال قبل ما نبلش بهذا الحوار، وقبل ما نبلش باي شيء نعمله، المفروض نروح على الايفنت. الايفنت ليش؟ حتى نقول له انه بدايه اللعبه بتبلش مثلا وين green flag clicked، يعني لما نكبس العلم الاخضر، تمام. طيب فينا نبلش اللعبة بشي تاني؟ فينا مثلا when space key pressed، يعني لما نكبس الزر تبع السبيس بالكيبورد بالكمبيوتر. طبعا هاي مش مفعلة بالجوال، اوكي، بس مفعلة بالكمبيوتر. اوكي وفي شغلات تانية، وين ذس سبرايت كليكت، يعني لما نكبس على السبرايت على هذا الكائن مثلا. اوكي طبعا احنا بنكون مختارين الكائن من هون من تحت، نختاره ونبلش برمج فيه. لما نقول له ذس سبرايت يعني هذا الكائن اللي عم نشتغل فيه، يعني لما نكبس على الكات هاي. اوكي
ما رح نركز كتير على الايفنت حاليا، خلينا نركز صب تركيزنا على الكنترول. طيب when this sprite clicked، او عفوا when green flag clicked، بدنا نروح بدنا نقول له يا كات قول هلو لأبي، say hello أبي، اوكي for 2 seconds، لمدة ثانيتين. طيب هلا أبي، نروح هلا أبي، نفس الشيء بنعطيها الايفنت، بس شو بدنا نقول لها من الكنترول؟ نقول لها wait 2 seconds ليخلص القط كلامه، هاي ثانيتين، بعدين ترد عليه بتقول له مثلا هلو كات. طيب خلينا ننفذ البرنامج. طبعا التنفيذ مثل ما برمجنا وين جرين فلاج كليكت، لما نكبس العلم الاخضر نكبس عليه هلو ابي ثانيتين، تستنى ابي، بعدين بتقول له هلو كات. اوكي فهاي الويت. طيب في عنا wait until، wait until يعني استنى حتى، اوكي حتى شو؟ خلينا نروح نجيبها هاي نشوف كيف نستخدمها. هاي ما بدنا اياها حاليا. طيب wait until بنروح على، رح ناخد نستعير شغلة من السينسينج، سينسينج يعني الاحساس. اوكي بنروح نجيب الكي بريست، كي سبيس بريست، اوكي يعني استنى حتى نكبس زر السبيس بالكيبورد. اوكي تمام. طيب فينا نختار هون غير زر السبيس، فينا نختار شغلات كتير. هلا لما بدنا ننفذ رح يقول كات هلو ابي لمدة ثانيتين، رح تستنى ابي حتى انا اكبس زر السبيس، بس كبست شو قال؟ هلو كات. اوكي كتير سهلة، وفينا نستخدمها بشغلات تانية احلى واحلى، نعمل فيها حوارات اعقد من هيك. اوكي هلا خلينا نمشي على القسم الثاني اللي هي قلنا الكونديشنز او الشروط، كونديشنز او الشروط. طيب شو معنى كونديشنز او شروط؟ طيب انا اذا بدي اروح المدرسة، بدي اروح المدرسة بدي شوف الجو، يمكن يكون بارد ويمكن يكون دافي. طيب الدماغ البشري كيف بيفكر؟ بفكر انه اذا كان الجو بارد بدي البس مثلا جاكيت او سترة، واذا كان الجو دافي ساعتها بدي البس صيفي. اوكي هاي نفس المثال، انه مثلا ولنفرض احنا عم نبرمج روبوت، ماشيين بالروبوت، الروبوت احنا ما بنعرف شو عم يطلع قدامه للروبوت، فبنقول له للروبوت اذا طلع قدامك حاجز تحرك يمين مثلا، اذا ما طلع حاجز ساعتها بتضلك مكفي. اوكي وفينا مثلا برمج لعبة معينة، مثلا نعطي اللاعب عدد معين من المحاولات، يعني مثلا 5 محاولات، نقول له اذا صار عدد محاولات 5 وانت ما انك فايز ساعتها تخسر اللعبة. اوكي فهي هي الشروط. طيب كيف نستخدم الشرط؟ احنا هلا عند ابي نبرمج بابي، فبنقول له اف، رح نعطيكم شرط كتير بسيط، نستعين بالاوبريترز هون اللي هي مثل ما قلنا هي عمليات رياضية، جمع وطرح وضرب وقسمة، او بالانجلش sum subtraction multiplication، وعندنا division. اوكي وعندنا هون عمليات المقارنة compare، نسميها عمليات مقارنة المنطقية، يعني الكومبير او لوجيكال كومبير، يعني عمليات مقارنة المنطقية. طيب هون بنقول لأبي اذا 60 اكبر من 50 شو بنقول؟ بنقول say ستين
greater than 50. يعني 60 greater than 50. اوكي طيب هون نطلع اذا كان الشرط محقق ساعتها راح تنفذ ابي. يعني شو الشرط محقق يا مدرب؟ يعني هل الستين اكبر من 50؟ قال ايه الستين اكبر من 50، معناها هون الشرط راح يكون محقق فراح تنفذ شو هي say 60 greater than 50. اوكي راح نعمل تنفيذ نكبس العلم الاخضر فشو راح تقول؟ طبعا خلينا نشيل البلوكات اللي خاصة بالقط لان ما بدنا اياها، راح نرجع ننفذ فشو راح تقول ابي؟ 60 greater than 50. اوكي لان كان الشرط محقق لان الستين اكبر من 50. طيب هون الشرط بياخد اما صح او خطأ. يعني اذا كان ستين اكبر من 50، ستين اكبر من 50 صح ولا خطأ؟ صح. بالانجليش بنقول ترو، لازم نستخدم كلمة ترو. اوكي طيب بقية الحالات اذا كان خطأ، هون ما حاسبين بقية الحالات لانه حاطين اف، يعني اذا كانت 60 اكبر من 50 نفذ هيك. طب بقية الحالات هون لسه ما برمجناها، ما بنستعمل اذا بدنا بقية الحالات ما بنستعمل اف لحالها، نستعمل مين؟ نروح على الكنترول نجيب اف واللي تحتها else. اوكي راح نحط نفس الشرط إذا كان 60 أكبر من 50 قول هذا الشيء، وإذا بقية الحالات شو بقية الحالات؟ يعني إذا ما كانت 60 أكبر من 50 نقول له 60 less than 50، يعني إما بتكون أكبر أو بتكون أصغر. طيب هلا رح يعطينا الشرط الأول، رح يعطينا عفوا الخيار الأول اللي هو رح يقول 60 أكبر من 50 لأن محقق. أما إذا أعطينا 40، طبعا الأربعين ما أنا أكبر من 50 فالشرط غير محقق. مين رح ينفذ؟ رح ينفذ بعد الإلس، يعني بدها تصير إذا كانت 40 من 50 قول، بدك تقول هون 40 أكبر من 50، وإلا بدك تقول 40 أصغر من 50. فهون بحالة الأربعين، الأربعين ما أنا أكبر من 50 فرح ينفذ الـ else، فرح يقول 40 less than 50، 40 أصغر من 50. رح نوقف عند هذا الحد في هذا الفيديو، ورح نكمل بفيديوهات تانية عن الأقسام التانية بالكنترول. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وشكرا لانتباهكم وحسن استماعكم.